السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عبد الله محمد عبد الله، دكتور في الهندسة الميكانيكية، كلية الهندسة ببنها، جامعة بنها. النهاردة بإذن الله هندخل في التشابتر الثالث بتاعنا في الكورس اللي احنا بدأناه، اللي هو Principles of Manufacturing and Workshop، أو أساسيات التصنيع والورش. وفي التشابتر الثالث ده هنتكلم على درس مهم جدا، ألا وهو الماركينج أوت أو العلام. طيب هناخد إيه في المحاضرة دي؟ أول حاجة هناخد introduction عن العلام أو الماركينج أوت. تاني حاجة هنعرف يعني إيه ديتم، لأن ده مهم جدا في الشغل بتاعنا مستقبلا في السلايدز الجاية. هناخد يعني إيه الكوردينيتس وأنواعها. هناخد الماركينج أوت تولز، إيه الأدوات اللي أنا بعمل بيها العلام بتاعي على الشغلة بتاعتي أو الورك بيس. هناخد حبة اكزامبلز مهمة جدا في الماركينج أوت أو في العلام. هنتكلم في اول حاجه عن الانترودكشن زي ما قلنا في الاوتلاين. طيب ايه هي عمليه الماركينج اوت او العلام؟ فبنقول هي ميرلي يعني مجرد ترانسفيرنج دروينج دايمنشنز، نقل ابعاد الرسم بتاعي اللي انا ببقى رسمه على ورق مثلا تو ورك بيس، بنقله على الشغله بتاعتي باي سكراتشنج او سكرايبنج. سكراتشنج يعني خدش، ان انا اخدش الرسم بتاعي على سطح الورك بيس بتاعتي، او سكرايبنج اللي هو نقش اوف لاينز اون سيرفيس اوف ورك بيس. فبنقل ايه الرسم بتاعي اللي انا رسمه في ورق، بنقله على سطح الورك بيس بتاعتي عشان تبقى ايه خطوط استرشاديه. طيب العمليه دي بتتم على سنجل ورك بيس، على شغله واحده، او سمول نمبر اوف ورك بيسز، على عدد قليل جدا من الورك بيسز. مش هينفع على عدد كبير ان انا ارسم على كل واحده ايه اعمل ماركينج اوت، صعب، العمليه هتاخد وقت كتير جدا. طيب ليه بعمل ماركينج اوت او ليه بعمل علام؟ اول حاجه تو انديكيت ذا ورك بيس اوت لاين اون ذا بوزيشن اوف هولز سلوتس اتسترا. ليه؟ عشان اوضح الاطار الخارجي للشغله بتاعتي، او البوزيشن بتاع الهولز او السلوتس، يعني ايه الاماكن بتاعت التقوب او المشقبيات فين بالظبط على الورك بيس بتاعتي. تمام. طبعا الاوتلاين اللي احنا بنتكلم عليه بتاع الورك بيس ده، يعني مثلا ايه، ان احنا بنعمل ايجايد، يعني ده عمليه العلام دي بتبقى بمثابه ايجايد از جيفن تو ريموف اكسس ماتيريال باي هاك سوينج اور فايلنج. يعني ايه؟ بتبقى الورك بيس بتاعتي بيبقى بحط عليها الاوت لاين بتاعي، واي حاجه بره الاوت لاين ده بقطعه بالمنشار او اعمل له عمليه براده. طيب برضو عمليه الاعلام دي بعملها ليه؟ تو بروفايد ا جايد تو سيتنج اب ذا ورك بيس اون ا ماشين، عشان برضو ايه تخلي لي خطوط استرشاديه على العينه بتاعت على الورك بيس بتاعتي او الشغله بتاعتي، علشان اجي اثبتها مثلا على المكنه. تمام. فهي بمثابه ديتم يعني ايه برضو؟ يعني خطوط مرجعيه مثلا، ديتم لاينز از استابليشد وين كاستنج اند فورجنج ار تو بي ماشين. يعني في اي مسبوك او اي منتج معمول له عمليه حداده مثلا، تمام، فبعمل خطوط استرشاديه بحيث اثبته ازاي على المكنه. هو ده المقصود من الجمله دي. طيب في نوت مهمه جدا بيقول لك خلي بالك ان السكرايبد لاينز دي، اللي هي الخطوط اللي انت عاملها بعمليه الايه الماركينج اوت العلام، ار اونلي ا جايد، دي بس خطوط استرشاديه، لكن اني اكيوريت دايمنشن ماست بي فاينلي تشيكد باي ميجرنج. لكن اي مقاسات موجوده عندك على سطح الورك بيس اللي معموله، تمام، الدايمنشن بتاعها الدقيق جدا لازم يتقاس، لازم يتراجع. يعني مش مجرد ان الشغله معمول لها ماركينج اوت يبقى خلاص، تمام، لكن هي بتبقى ايه استرشاديه. تاني حاجه عايزين نتكلم عليها اللي هو ايه الديتم. الديتم اللي هو المرجع، يعني لو قلت ديتم لاينز يبقى خطوط مرجعيه وهكذا.
طيب ايه حكايه الديتم ده؟ بنقول ان الديتم ده بيعتبر reference position from which all dimensions are taken and all measurements are made. يعني بنقول هو الموقع المرجعي اللي من عنده بقيس كل الدايمنشنز بتاعتي، بقيسها وبحط الدايمنشنز على الرسم، فدي بنسميه ايه؟ بنسميه الديتم. طيب الديتم ده عندي منه انواع، عندي فيه حاجه اسمها الديتم بوينت اللي هي النقطه المرجعيه زي ما احنا شايفين في الرسم على ايدينا الشمال، النقطه المرجعيه دي اللي هو ببتدي من عندها كل الابعاد بتاعتي، تمام؟ في حاجه عندي اسمها برضو الديتم ايدج اللي هو الخط المرجعي اللي ببتدي برضو من عنده كل الابعاد في الاكس اكسس وفي الواي اكسس، تمام؟ في عندي برضو النوع الثالث اللي هو بيسموه الديتم سنتر لاين، زي ما احنا شايفين في الرسم اللي على ايدك اليمين، في سنتر لاينز اهو على كل الاشكال الدائريه او الثقوب، في سنتر لاين في الاكس اكسس وفي الواي اكسس. لو قلنا بقى الديتم سنتر لاين يبقى ده السنتر لاين اللي ببتدي من عنده كل الابعاد بتاعتي زي ما احنا شايفين هنا كده في الرسم، تمام؟ الرسمه دي بتشمل كل انواع الديتمز اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت، اللي هي بتتكلم على ايه؟ الديتم بوينت، الديتم ايدج، الديتم سنتر لاين، كل دي انواع محطوطه اهو على الرسم، ومكتوب كلمه ديتم اهو في اسهم محدده ايه؟ الديتم سنتر لاين والديتم ايدج. تالت حاجه عايزين نتكلم عليها الكوردينيتس او الاحداثيات. الحاجات اللي انا بشرحها دي ممكن تكون انت سمعتها قبل كده بس هي مهمه جدا في التشابتر دوت. فالكوردينيتس او الاحداثيات زي ما احنا عارفين او سمعنا عنها قبل كده ان في نوعين منها. النوع الاولاني اسمه الكارتيزيان كوردينيتس او بيسموه الريكتانجولار، ده بتبقى الدايمنشنز ار تيكن ريلاتيف تو ذا ديتم ات رايت انجلز تو ايتش اذر، تمام؟ يعني ايه؟ الاحداثيات بتاعتي انا باخدها في الاكس وفي الواي زي الرسمه اللي على ايدك اليمين دي. لكن عندي النوع الثاني اسمه البولر كوردينيتس، ده الدايمنشن از ميجرد الونج الراديال لاين فروم ذا ديتم، تمام؟ بقيس المسافات بتاعتي والدايمنشنز بتاعتي الابعاد بتاعتي بقيسها من ايه؟ ديتم بوينت برضو، وامشي في راديال لاينز عشان اخد الديستنس والانجل، الزاويه اللي هي واقع فيها مثلا الثقب ده وعلى مسافه قد ايه، تمام؟ بس لازم تاخد بالك ان الايه؟ كل ما البولر ديستنس بتزيد اي سلايت انجولار ايرور، اي غلط في الايه؟ حساب او في قياس الزاويه مثلا، تمام؟ ده بتزود من الان اكيورسي اوف ذا فاينل بوزيشن، ما بيبقاش دقيق تماما، تمام؟ رابع حاجه عايز اتكلم عليها اللي هو الماركينج او التولز اللي هي ادوات العلام. اول حاجه مهمه جدا في الماركينج او التولز او في ادوات العلام بتاعتي عايزين نتكلم عليها اللي هي السيرفيس تيبل او السيرفيس بليت. طيب طبعا زي ما احنا عارفين في ادوات العلام، او انا عايز اعلم على ورك بيس مثلا، ماشي، reference surface is required to establish a datum from which all measurements are made. انا عايز احط الشغله بتاعتي على سطح ما، السطح ده لازم يكون عدل 100% عشان من عنده اقيس كل الابعاد بتاعتي وتطلع مظبوطه، لان لو السطح اللي انا بقيس منه اللي هو الريفرنس بتاعي مش مظبوط، فطبعا كل الابعاد اللي انا علمتها على الشغله بتاعتي كلها هتطلع مش مظبوطه، تمام؟ فعندي حاجه اسمها السيرفيس تيبل زي ما انتم شايفين كده في الصوره فوق وتحت، دي اللي بنسميها السيرفيس تيبل. بنسميها في الورش ايه؟ التزجه. التزجه بتاعتي لازم السطح بتاعها يكون ايه؟ عدل 100% زي ما قلنا، تمام؟ السيرفيس تيبل دي بتبقى لارج ريفرنس فلات سيرفيس زي ما انتم شايفين كده، بتبقى حاجه ضخمه، تزجه كبيره. لكن في حاجه ثانيه اسمها السيرفيس بليت، يعني لو انا عندي ترابيزه او تزجه او حتى ترابيزه السطح بتاعها مش كويس، فبحط عليها حاجه اسمها السيرفيس بليت. السيرفيس بليت زي ما انتم شايفينها كده في الثلاث صور اللي تحت، ده وشها يعني الصورتين اللي تحت ده من فوق ومن تحت بتبقى مسبوكه معمول لها كاستنج، تمام؟ طيب السيرفيس بليت ده بتبقى جزء صغير كده
تمام، بحطه على سطح التاسجة بتاعتي تمام، وبعلم عليه. يعني بحط الورك بيس عليه وبعلم على الورك بيس على سطح الايه السيرفيس بليد بتاعتي. فهي سمولر ريفرنس سيرفيس بليسد اون بنش فور يوز ويز سمولر ورك بيسز. تمام، خلي بالك ان الماتيريال بتاعت السيرفيس تيبل او السيرفيس بليد ممكن تكون كاست اير ماشيند تو فاريوس جريدز اوف اكيوريسي. يعني يا اما تبقى ايه حديد زهر ومعمول لها ماشيننج، يعني معمول لها تشغيل السطح بتاعها نظيف جدا كويس ودقيق تمام، يا اما بيبقى فيه ماتيريال تانية اللي هي ايه الجرانيت زي ما انتم شايفين في الصوره اللي على ايدك الشمال خالص تمام، او اللي على ايدك اليمين خالص تحت، دول بيبقى الماتيريال بتاعتهم ايه جرانيت. في حاجه برضو مهمه اسمها الباراليلز او المتوازيات، دي بتعمل ايه بقى؟ دي raise off the workpiece from the reference surface and still maintain parallelism. يعني ايه؟ لو انا عايز ارفع الوركبيس او الشغله بتاعتي من على سطح الايه؟ السيرفيس بليت اللي احنا اتكلمنا عليها السلايد اللي فاتت تمام؟ فايه؟ بحط حتتين بنسميهم البارلز او المتوازيات، بيبقوا حتتين الاثنين نفس الارتفاع بالظبط والسطح بتاعهم ناعم جدا، بحيث ايه ان اما ارفع الورك بيس زي كده من اليمين تترفع زي الشمال بالظبط تمام، ما يكونش ايه في ناحيه مايله والناحيه الثانيه ايه مش مظبوطه تمام. طيب البارلز دول دايما بيتعملوا اتنينات ميد ان بيرز ماشي، تو بريسايزلي ذا سيم دايمنشن، ليهم نفس المقاس بالظبط، فينش جراوند معمول لهم ايه تجليخ نعم السطح ناعم جدا، with their opposite faces parallel and adjacent faces square تمام. يعني السطح الناعم جدا ده اللي هو هيبقى عنده الورك بيس والناحيه الثانيه اللي هي تبقى على السيرفيس بليت. طيب الماتيريال بيتعملوا من ايه؟ بيتعملوا من هاردنج ستيل. يعني ايه؟ من ستيل حديد معمول له ايه عمليه هاردنج، وقلنا عمليه الهاردنج ده اللي الشابتر اللي فات ان دي عمليه من عمليات ايه السيرفيس تريتمنت، دي بتخلي الماتيريال بتاعتي هارد يعني صلبه تمام. طيب البارلز دي بتتعمل ان فرايتي اوف سايزز، بتتعمل بمقاسات مختلفه زي ما احنا شايفين في العلبه اللي على اليمين تحت دي، بيسموها البارلز سيتس يعني مجموعه البارلز. جاكس اند ويدجز. When a forging or casting has to be marked out, which has an even surface or is awkward in shape, it is still essential to maintain the datum relative to the reference surface. يعني خلي بالك انا لو عندي ورك بيس او شغله او اي حاجه ليها السطح بتاعها في نتوءات awkward او uneven surface يعني السطح بتاعي مش عادل تمام، لازم اظبط السطح بتاعي ان هو يبقى عدل تمام، to maintain the datum relative to the reference surface، لازم يبقى عدل على سطح الايه السيرفيس بليد بتاعتي. ليه؟ عشان زي ما قلنا ايه بنقيس الابعاد نقيسها مظبوط ونعمل علام على الشغله يطلع مظبوط، ما يطلعش مايل او الابعاد كلها مش مظبوطه تمام. طيب عشان نعدل الشغله بتاعتنا او الورك بيس، الشغله بتاعتنا دي ممكن تكون صغيره وممكن تكون كبيره، ممكن تكون تقيله جدا وممكن تكون خفيفه، بس ايه ان انت محتاج تظبط السيرفيس بتاعها يبقى ايه، فلازم تحط حاجه تحتيها من ناحيه مثلا عشان تخليها عدله تمام. فبنقول ان ان ايفن سيرفيس كان بي بريفنتد فروم روكينج اند كيب اون بارلل بلين باي سليبنج ان ثين شيت. يعني ان انا احط ايه حته صاج تحت مثلا رجل من الرجول عشان اظبطها وارفعها شويه عشان ايه تبقى المستوى بتاعها مظبوط تمام، او ان انا احط الودن ويدج زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على ايدينا اليمين، ده الودن ويدج تمام، يعني حته خشبه كده مسلوبه زي ما احنا شايفينها كده، بعلي بيها او اظبط بيها الارتفاعات بتاعه السطح بتاعي تمام. يا اما ان انا استخدم ايه اللي هو الادجستبل جاك، الادجستبل جاك اللي هو الكوريك تمام. الكوريك طبعا زي ما احنا عارفين في يد اهي
برفعها وانزلها عشان اطلع السلندر بتاع الهيدروليك جاك اللي احنا شايفينه على ايدينا الشمال، وبالتالي اقدر ايه اتحكم في ايه، ان لو في شغله او حاجه تقيله قوي وعايز اظبطها السطح بتاعها تبقى مظبوط 100% ماشي، فبقعد اعلي واوطي في الجاك ده لحد ما ايه اعمل لها ادجاستنج اظبطها. تمام. طيب الانجل بليت، الانجل بليت دي بتستخدم ليه او بتستخدم ازاي؟ دي كلامب الورك بيس تو بي بوزيشند ات 90 ديجري تو ريفرنس سيرفيس، يعني بتستخدم علشان اثبت عليها الورك بيس بحيث تكون الورك بيس بتاعتي مثبته ايه 90 درجه او 90 درجه بالنسبه للايه للريفرنس سيرفيس بتاعي. طيب هي فين الانجل بليت؟ زي اللي احنا شايفينها في الصوره اللي على ايدك اليمين فوق دي، هي دي الانجل بليت. تمام. طيب بتتعمل من ايه؟ بتتعمل من الكاست ايرون، دي الماتيريال بتاعتها زي ما احنا شايفين في الصوره تحت على ايدك اليمين، هي دي الانجل بليت معموله من الكاست ايرون او الحديد الزهر، بتتثبت اهو على سطح ايه مقشطه تقريبا. طيب في عندي بلين وفي ادجستابل. البلين اللي هي العدله اللي احنا شايفينها في الايه في الصورتين اللي على ايدك اليمين، لكن الادجستابل اللي هي الصورتين اللي على ايدك الشمال دول، ممكن اتحكم في ايه في الزاويه اللي انا بثبت عليها الشغله بتاعتي. زي ما شايفين من جوه اهو في مسمار افكه وايه بميلها قدام وورا، وفي اللي تحت دي برضو ادجستابل، وفي ادجستابل كمان ليها اوكرا، الاوكرا دي بلفها زي المخرطه وكده، بميل الانجل بليد دي يمين وشمال. تمام. طيب الايدجز اند فيسز اكيوريتلي ماشيند فلات سكوير اند بارلل، طبعا ايه زي ما احنا شايفين الانجل بليد اهو السطح بتاعها بيبقى ناعم جدا تمام وعدل ما فيهوش اي ميل، وسكوير يعني مسطح وعدل وبارلل تمام موازي لبعضه. تمام. طيب عندي برضو بيبقى فيها سلوتس، بيبقى فيها مشقبيات زي ما احنا شايفين في الصوره كده، فور ايزي كلامبنج اوف ورك بيس، عشان ايه ممكن اسقط في المشقبيات دي مسمار وصاموله واثبت الشغله بتاعتي كويس زي ما انا عاوز. عندنا برضو الفي بلوك. الفي بلوك دي لازمتها ايه؟ دي هولد سيركيولار ورك فور ماركينج اوت اور ماشينينج، دي بتثبت الاسطح الدائريه، يعني مثلا لو عندي عمود، لو عندي سلندر، عندي اي حاجه دائريه بحطها على الفي بلوك ده واقدر اثبتها عليه عشان اعمل لها ماركينج اوت عشان اعلمها، او اعمل لها ماشينينج او اعمل لها تشغيل على المخرطه او الفريزه او كده زي ما هناخد باذن الله في الشباتر الجايه. زي ما احنا شايفين على ايدينا اليمين اهو في الصوره، ادي دي الفي بلوك تمام، وهنا في بلوك اهو محطوط عليها عمود تمام ومتثبته. بتتصنع من ايه الفي بلوك دي؟ المقاسات الكبيره من الفي بلوك بتتعمل من الكاست ايرون او الحديد الزهر، اما المقاسات الصغيره فبتتعمل من الستيل هاردند اند جراوند، يعني بتتعمل من الحديد الصلب تمام ومعمول له ايه عمليه تجليخ. طيب الفي بلوك دي بيجي معاها كلامب زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على ايدينا اليمين اهو، عشان يثبت الايه السطح الاسطواني على الايه الفي بلوك ويمسكه كويس، ودايما سبلايد ان بيرز ماركت فور ايدنتيفيكيشن، دايما يجوا اتنينات زي ما احنا برضو شايفين في الصوره اللي في نص السلايد دي، بيجوا اتنينات زي بعض ومحطوط عليها ايه كلامبز زي ما احنا شايفين. الفيسز ماشين دي تو هاي ديجري اوف اكيورسي اوف فلاتنس سكويرنس اند باراليزم، هناخد يعني ايه فلاتنس وسكويرنس وباراليزم دي بالتفصيل الشابتر الجاي، لكن احنا بنقول ايه ان الاسطح بتاعتها ناعمه جدا ومعمول لها تشغيل ومعمول لها تجليخ تمام. طيب عندي برضو ال 90 ديجري في، عندي الفي بلوك اللي هي الفي بتاعتها عباره عن 90 ديجري، is central with respect to side faces and parallel
to base and side faces. تمام؟ دي ميزة بتميز الـ 90 degree في بلوك. تمام؟ تعالوا نشوف السلايد دي. بص عندي اهو انواع كتير من الفي بلوك اللي على الشمال ده. دي في بلوك اهو اللي على ايدك الشمال، ودي نوع من انواع الفيكسيشن، ممكن تثبت الشغله بتاعتك لو عمود صغير ولا حاجه تثبته بالطريقه دي. واللي على اليمين ده نوع تاني من انواع التثبيت بتاع الفي بلوك. وتحت في حتى الفي بتاعتي ممكن تبقى ادجستبل زي الصوره اللي على اليمين تحت دي. وبرده عندي في بلوك بتشتغل ماجنتيك، يعني المفتاح اللي احنا شايفينه في الصوره ده لو لفيناه على الاون بيعمل ماجنتيك فيلد يثبت بيه الشغله بدون ان انا احتاج ايه لاكسترنال كلامبنج، تثبيت خارجي. تمام؟ عندي برده الانجينيرز سكوير او الزاويه اللي احنا عارفينها طبعا وشفناها في كل الورش، بنسميها بالانجليزي الانجينيرز سكوير. ده الشكل بتاعها اللي على ايدك اليمين. طيب بتستخدم في ايه الانجينيرز سكوير دي؟ اول حاجه سيتنج ذا ورك بيس سكوير تو ذا ريفرنس سيرفيس، يعني لو انا عايز اثبت الورك بيس بتاعتي عدله 100% مع سطح الشغل مع الريفرنس سيرفيس بتاعي. تمام؟ يعني زي ما احنا شايفين كده مثبتين الورك بيس في الانجل بليت بكلامب اهو، وفي ايه؟ مثبتينه ان هو عدله 100% بايه؟ بالزاويه. تمام؟ برضه بتستخدم for subscribing lines square to the datum edge، ان انا اعمل علام كمان، يعني مش ان انا اثبت الشغله بتاعتي بس، لا ده انا كمان ممكن اشد خط واعمل علام على الشغله بتاعتي. طيب الانجينيرز سكوير او الزاويه بتاعتي consists of الستوك والبليد، الجزء اللي هو الايد اللي بتمسك منه ده اسمه الستوك، واللي فوق ده اسمه البليد. الستوك ده فيه جزء كده عشان بيسقط تحت الشغله بتاعتي عشان يضمن ان هي عدله 100%. تمام؟ الماتيريال بتاعه الستوك والبليد دول ميد فروم هاردنس ستيل اند جراوند اون اول فيسز اند ايدجز تو جيف هاي ديجري اوف اكيورسي ان ستريتنس باليزما اند سكويرنس. تمام؟ وموجود منها افيلابل ان فرايتي اوف بليد لينث، في مقاسات اطول منها زي ما انت عاوز، في حاجات قصيره وفي حاجات طويله زي ما احنا شايفين كده في الصورتين اللي على اليمين. عندي حاجه مهمه جدا برضو بستخدمها في الماركينج اوت او العلام، اللي هي اللي اسمها الكومباينيشن سيت، زي ما احنا شايفين في الصوره كده هي دي الكومباينيشن سيت. طيب ايه هي بقى؟ ايه الحاجات اللي احنا شايفينها في الصوره دي؟ بنقول ان هي consists of graduated hardened steel rule، يعني موجود مسطره او قدمه ستيل حديد hardened steel زي ما احنا شايفين كده في الصوره. in which any of the three separate heads، يعني في ثلاث اجزاء منفصلين بيركبوا على القدمه او المسطره الحديد اللي احنا شايفينها قدامنا في الصوره. عندنا اللي على الشمال بنسميها ايه؟ بنسميها هيد، واللي في النص دي بنسميها البروتراكتور، واللي على اليمين دي بنسميها السكوير او السنتر هيد. تمام؟ التلاته دول ممكن يركبوا على ايه؟ الهاردنيد ستيل رول. تمام؟ برضو ذا رول هاز سلوت ان ويتش ايتش هيد سلايدز اند كان بي لوكد ات اني بوزيشن الونج اتس لينث، يعني كمان المسطره الحديد او الادمه، تمام، زي ما بنسميها في الورش، ممكن كمان اثبت عليها الهيد او البروتراكتور او السكوير والسنتر هيد عن طريق ايه؟ في زي ما احنا شايفين في الصوره كده، تمام، في لوك، في زرار لوك اقدر اثبت عليه الحاجات ديت عشان ما تتحركش. تمام؟ وارفع الزرار او اللوك كده يتحركوا معايا على الأدمة بتاعتي. لو جينا نتكلم على أول حاجة في الكومباينيشن سيت اللي هي اللي اسمها البروتراكتور هيد، زي ما احنا شايفين كده في الصورة، ده اللي اسمه البروتراكتور هيد اللي بتثبت على إيه؟ على الأدمة أو المسطرة الستيل اللي احنا بنشوفها في الورش. تمام؟ بنقول إن البروتراكتور هيد ده
ده جراديويتد من 0 ل 180، مدرج من 0 لحد 180 درجة، تمام؟ وبنقول ان هي ادجستبل، نقدر نثبتها ونقدر نحركها زي ما احنا عاوزين، وكمان الزاوية بتاعتي اقدر احركها زي ما انا عاوز واثبت على الزاوية اللي انا عاوزها. بتستخدم for scribing lines at an angle to workpiece datum، يعني ممكن ايه اعلم بيها على الشغلة بتاعتي بخطوط على الزاوية اللي انا عاوزها. تاني جزء عايز اتكلم عنه من الاجزاء بتاعت الكومباينيشن سيت، اللي هو السكوير هيد، زي ما احنا شايفينه كده في الصورة اسمه سكوير هيد. ده سكوير دي عاملة زي الانجينيرز سكوير، زي الزاوية اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايدز اللي فاتت. ده برضو عامل زي الزاوية، بيستخدم نفس استخدامات الزاوية، تمام؟ لكن not as accurate as engineer's square because the rule is adjustable. يعني لو انا معايا السكوير هيد بتاع الكومباينيشن سيت اللي قدامنا ده، ومعايا الزاوية العادية اللي هي الانجينيرز سكوير، استخدم ايه؟ لا، استخدم الانجينيرز سكوير. ليه؟ لان هي بتبقى مثبتة حلوة جدا، وبيبقى مضمون ان الزاوية بتاعتها 90 درجة بالظبط، تمام؟ لكن دي adjustable، بتتحرك، فمش مضمون مليون في المية ان ايه؟ ان تكون الزاوية بتاعتي 90 درجة، تمام؟ فالاضمن ان انت تستخدم ايه؟ الانجينيرز سكوير. بيبقى ليها سكند فيز زي ما احنا شايفين هنا في الصورة، بتبقى السكند فيز ده 45 درجة. برضو الانجينيرز سكوير في بعض الانواع الانجينيرز سكوير او الزاوية بيبقى ليها 45 درجة برضو، عشان اظبط ايه الخطوط ال 45 درجة، تمام؟ دي موجودة في التانية برضو. في بقى السكوير هيد دي اللي بتاعت الكومباينيشن سيت دي، ساعات بيبقى فيها ايه؟ سبيريت ليفل. السبيريت ليفل دي اللي هي اللون الفوسفوري اللي هنا ده، تمام؟ ده بيضمن لي ان السطح بتاعي مستوي عدل. Spirit level is incorporated which is useful when setting work pieces such as casting level with the reference surface. تمام؟ ماشي. ممكن برضو اعمل بيها ايه؟ ممكن افك السكوير هيد ده واخليه في الاول من الأدمة او في الاخر. طب واستخدمها في ايه؟ استخدمها كديبث جيج، يعني ان انا اقيس العمق بيها، زي في الصورة اللي فوق على اليمين خالص كده، هو بيقيس بيها ايه؟ الاعماق، زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. طيب تالت جزء من الكومباينيشن سيت اللي اسمه السنتر هيد، ده عايزين نتكلم عليه في السلايد دي. طيب السنتر هيد ده بنعمل بيه ايه؟ With this head, the blade passes through the center of the V and is used to mark out the center of a circular workpiece or round bar. يعني لو عندي عمود، لو عندي أجزاء دائرية، تمام؟ وعايز أعمل خط عدل عليها، فبستخدم السنتر هيد دي. سواء بستخدمه بقى وهو راكب في الأدمة زي الصورة اللي على الشمال دي، أو إن أنا بستخدمه منفصل زي الصورة اللي إيه اللي على اليمين تحت. فيها كمان ليفل اهو عشان يتاكد لي من ان السطح بتاعي عدل، تمام؟ وفي نيدل اهو او مسمار، المسمار ده ممكن ايه؟ ده فيه سوسته، فانا ممكن ادوس بيه على السطح الدائري بتاعي بحيث ان يبقى السطح الدائري كونتاكت بتوين السطحين بتوع الايه؟ السنتر هيد، تمام؟ والمسمار اللي احنا شايفينه او النيدل ده بيرجع لورا كسوسته. او لو انا عندي ثقب فبسقطه فيه عشان اضمن ايه؟ ان هو موجود جوه الثقب، والاثنين دول الفكين دول معمول كونتاكت على الايه؟ السطح الدائري بتاعي. عندي برضو في حاجه اسمها الماركينج داي، ده عباره عن صبغه لونها ازرق، بتيجي في شكل انابيب زي كده، بتيجي في شكل علب زي كده او سبراي بالشكل ده كده، تمام؟ بمسك الورك بيس بتاعتي او سطح الشغل بتاعي وادهنه بالماركينج داي دي، تمام؟ وبعد ما بدهنه بقدر ان انا اعلم، والعلام بتاعي يظهر حلو جدا على ايه؟ سطح الشغل بتاعي.
فبنقول ان الدارك ميتال سيرفيسز كان بي براشد اور سبريد ويز ا كويك دراينج كولر داي بيفور ماركينج اوت. يعني انا مش بستخدمه برده مع كل الشغلات، لا بستخدمه مع الشغله اللي السطح بتاعها بيبقى دارك، وانا لما بعمل علام على سطح الشغله الدارك ده ما بقدرش اشوف الخطوط بتاعتي، وبالتالي عشان اشوفها كويس فبقى ايه بدهن السطح بتاعي بالماركينج داي ده بالصبغه بتاعتي دي، تمام، عشان اقدر اشوف العلام بتاعي كويس. وخلي بالك ايه، ان اساسا الماركينج داي دي ليها اسم تاني اللي اسمه الانجينيرز بلو، اللي احنا اتكلمنا برضو عنها بسرعه جدا في المحاضره اللي فاتت، اسمها الانجينيرز بلو، تمام، الصبغه اللي لونها ازرق. برضو it provides good contrast making the scribed lines easy to see. قلنا الكلام دوت ان بتخلي الخطوط بتاعتي اقدر اشوفها ببساطه بسهوله. طيب لو جينا نتكلم دلوقتي عن السكرايبر، ايه السكرايبر ده؟ ده اللي هو ايه بقى؟ شوكة العلام اللي احنا بنسميها في الورشة ايه؟ شوكة العلام. used to scribe all lines on metal surface، تمام؟ بقدر اعلم بيها كل الخطوط اللي انا عاوزها على سطح الشغلة بتاعتي. الماتيريال بتاعتها بتتعمل من hardened and timbered steel، تمام؟ اللي السن بتاعها او السطح اللي الحامي بتاعها ground to a sharp fine point to give well defined lines. يعني ايه؟ بيتجلخ بحيث ان هو بيكون شارب، حامي جدا، تمام، fine point، يعني في الاخر بحاول ان يبقى فيه نقطه في الاخر عشان اقدر اعلم بيها كويس على سطح الورك بيس بتاعتي. يعني السن بتاعه ما يكونش ايه عريض، علشان هيطلع لي خط عريض وهتبقى مش كويسة على سطح الشغلة بتاعتي. عندي برضو حاجة اسمها surface gauge، زي ما احنا شايفينه كده في الصورة، عبارة عن قاعدة، والقاعدة دي راكب عليها عمود زي ما احنا شايفينه، بيتزحلق عليها او بيعمل سلايدنج عليها جزء تاني اهو، بثبت فيه شوكة العلام بتاعتي، تمام؟ طيب السيرفيس جيج او ساعات بيسموها السكرايبنج بلوك بتستخدم في ايه؟ used in conjunction with a scriber، بتستخدم مع شوكه العلام to mark out lines، عشان اعلم خطوط on the work piece parallel with the reference surface، عشان اعلم خطوط عادله موازيه للايه الريفرنس سيرفيس، زي السيرفيس بليت مثلا، انا حاطه على ايه السيرفيس بليت، فعايز الخطوط تبقى عادله زي السيرفيس بليت بالظبط، فبستخدم ايه السيرفيس جيج دي، بحط فيها الشوكه واعلم الشغله بتاعتي. The height of the scriber، يعني ارتفاع الشوكه بتاعي is adjustable، اقدر اتحكم فيه، تمام، and set in conjunction with a steel rule، وبستخدم شوكه العلام دي استخدم معاها ايه بقى؟ أدمه، تمام، او بستخدم معاها زاويه واعلم ايه بيها، بثبت الزاويه او كده واعلم بيها. The expected accuracy from this set will be around 0.3 millimeter but with care this can be improved. يعني الدقة اللي أنا ممكن أعلم بيها الكلام دوت بالسيرفيس جيج ممكن توصل ل 3 من 10 مللي، لكن لو أنا يعني اهتميت أكتر وحبيت إن أنا أوصل لدقة أعلى ممكن أقدر أوصل بيها بالسيرفيس جيج بتاعتي. عندنا برضو الفيرنير هايت جيج اللي احنا شايفين صورتها على الايد على ايدينا اليمين دي، تمام، دي مقارنه طبعا بالايه بالسيرفيس جيج اللي احنا اتكلمنا عليها السلايد اللي فاتت، اللي هي الدقه بتاعتها بتوصل ل 0.3 ملم وممكن تتحسن عن كده. لا، الفيرنير هايت جيج ده الاكيوريسي بتاعته الدقه بتاعته اعلى من السيرفيس جيج. الفيرنير سكيل كاريز ايجو upon which various attachment can be clamped. يعني ايه؟ ليه فك كده، ليه جزء بيتحرك، ده بنسميه الفيرنير، تمام، ممكن اركب عليها سن زي ما انتم شايفين كده او شوكه علام. when marking out a chisel point describing blade is fitted، يعني الجزء اللي هو اللي عامل زي شوكه العلام ده او الجزء اللي انا بعمل بيه سكرايبنج ده بنسميه التشيسل، التشيسل بوينت، تمام.
Care should be taken to allow for the thickness of the jaw, depending on whether the scribing blade is clamped on top or under the jaw. طبعا ايه لازم اخد بالي انا مثبت شوكة العلام ده او التشيسل مثبته فوق ولا تحت، وهل هيحك في الجسم اللي انا بعلمه ولا لا. تمام. The precise thickness of the jaw is marked on each instrument. طبعا ايه زي ما احنا شايفين كده في تدريج، والتدريج ده بيعرفني انا بوصل ايه لمقاس قد ايه بالظبط. تمام. والدقة بتاعت التدريج دي عالية جدا زي ما احنا شايفين. These instruments can be read to an accuracy، ممكن يوصل لدقة 0.02 مليمتر، يعني 2 من 100 مليمتر، مش زي السيرفيس جيج اللي هي كانت 0.3 مليمتر. And are available in a range of capacities reading from 0 to 1000 مليمتر. يعني ايه التدريج بتاعه ممكن يوصل من 0 لحد 100 سنتي او 1000 مللي زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وبرده زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على اليمين دي، في منه ديجيتال، في منه راكب له دايل انديكيتور، يعني اللي هو الجزء المدور اللي فيه مؤشر ده بيسموه الدايل انديكيتور، وفي بالتدريج عادي اهو زي ما احنا شايفين مسطره مدرجه. عندنا برضو تول مهم جدا في العلام بتاعنا اللي هو الديفايدر، وعندنا حاجه تانية اسمها ترامل. الديفايدر اللي احنا شايفينه على ايدينا اليمين الصوره اللي فوق، والترامل اللي هو تحتيه. طيب ايه القصه بقى؟ الديفايدر ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم are used to scribe circles and arcs and to make off a series of lengths such as whole centers. يعني ممكن نعمل بيه الدوائر، وممكن نعمل بيه الكيرفات، تمام؟ وممكن اعمل بيه علام على السنترز. يعني لو في عندي انا ذنبت زومبا معينه، ممكن اقف بيها، ممكن اقف فيها بالديفايدر بتاعي واعمل ايه ارك واعمل سيركل. تمام. The R of spring bow construction زي ما احنا شايفين كده بيبقى راكب جوه، او الجزء اللي فوق في الديفايدر بيبقى معمول زي زنبلك، تمام، عايز يفتح، لكن اللي بيلمه اللي هو المسمار او الفتيل الصغنطوط خالص ده، تمام، ده ممكن الصامولة بتاعته اربطها او افكها زي ما انا عاوز. كل ما اربط عليه كل ما لقيت الديفايدر بتاعي الرجلين بتوعه يلموا، تمام، الرجلين بتوعه السن بتاعهم زي ما انتم شايفين كده مدور، وايه واخرهم بوينت، يعني في نقطه مسنونين بحيث ان الاند بتاعهم النهايه بتاعتهم في بوينت. تمام. And the ground to a fine point and capable of scribing a maximum circle of around 150 مليمتر diameter. يعني ممكن اعلم بيه دايره يصل قطرها ل 150 مليمتر، يعني حوالي 15 سنتي. وفي طبعا ديفايدرز اكبر من كده، بس لو انا حبيت استخدم اعمل دوائر او كيرفات اكبر من كده، فانا مش بستخدم الديفايدر، بستخدم حاجه تانية اللي اسمها الترامز. الترامز ده اللي هو صورته تحت على اليمين. فهقول large circles can be scribed using trammels where the scribing points are adjustable along the length of beam. يعني زي ما احنا شايفين في ادمه او مسطره حديد بيتركب عليها الترامز دول، تمام، ليهم نط صاموله كده اقدر الفها يمين فاربطها على الايه السطح العدل اللي انا حاططهم عليه. تمام. طبعا دي ميزتها ان انا ممكن احطها على اي اطوال انا عاوزها، بجيب اي حاجه طويله عدله واركب عليه الترامز بتاعتي. دي ليها سن ودي ليها سن، بركب السن مثلا في الزومبا دي واعمل الكيرف او الدايره اللي انا عاوزها. تمام. Dividers and trammels are both set in conjunction with a steel rule. بستخدم معهم أدمة أو steel rule by placing one point in a convenient graduation line and adjusting the other to coincide with the graduation line the correct distance away. يعني الاثنين، يعني الترامل دي بستخدمها مع أدمة، لكن الديفايدر بقيس بيها على أدمة. يعني بمسك الأدمة وأحط عليها الديفايدر ده وأقيس البعد اللي أنا عايزه، وبعدين اقف في الزومبا واعلم العلام اللي انا عايزه. تمام.
برضو عندي اهو على ايدي الشمال في صوره، دي ترامل راكبه على جزء عدل تمام، وفي اتاتشمنت ليها اهو اللي هما بيسموها الفاين ادجستمنت سكرو تمام. بحركه على المسافات اللي انا عاوزها واربط كويس واعلم العلامه اللي انا عايزه. والصوره اللي على ايدينا الشمال اليمين دي، دي ايه الاجزاء بتاعت الترامنز تمام، اللي بركبها على الايه الاسطح العدل اللي انا عاوزها. عندي برضو حاجة اسمها الهيرمافروديت كاليبر زي ما احنا شايفينها في الصورة اللي على ايدينا اليمين، بيسموها الهيرمافروديت كاليبرز. دي بقى كومباين ستريت بوينت ديفايدر ليج ويز الكاليبر اور ستيبد ليج، يعني دي ليها رجلين، رجل منهم عدلة زي ايه؟ زي الديفايدر تمام؟ والرجل التانية عامله زي الكاليبر او الستيبد ليج، يعني زي ما احنا شايفينها كده متنيه او كيرفد شويه. طب ليه كيرفد شويه كده؟ ده لو انا عايز اعمل ايه؟ لو عايز اعمل سكرايب الاين بارلل تو ذا ايدج اوف ذا ورك بيس، يعني انا عندي جنب بتاع الشغله بتاعتي عدل تمام؟ وعايز اعمل خط موازي للايه؟ للجنب بتاع الورك بيس بتاعتي دي. فالجنب بنزل فيها الجزء المتني ده او الكيرفد ده تمام؟ وبعمل الخط بتاعي بعمله بالايه؟ بالسن العدل تمام؟ الهيرمافروديت كاليبر دي برضو ساعات بيقولوا عليها الاودز ليج او بيسموها الجينز تمام؟ هي دي بقى اللي بنتكلم عليها من الصبح، اللي هي ايه؟ الادمه اللي احنا بنشوفها في الورش، بنسميها الادمه، بنسميها بالانجليزي بريسيشن ستيل رول او الادمه يعني، او الايه المسطره الحديد الستيل تمام. بتبقى الماتيريال بتاعتها هاردند اند تيمبرد ستانلس ستيل، بيبقى ستانلس ستيل طبعا عشان ما تصديش، وبيعمل له عمليه ايه معالجه حراريه اللي اسمها هاردنينج اند تيمبرنج، وهنبقى ناخدهم بالتفصيل ايه في الكورس بتاع الماتيريال الترم الثاني باذن الله. Photo etched for extreme accuracy and have a non-glare satin chrome finish. يعني بيبقى شكلها شيك جدا وشكلها بتلمع لان معمول لها عملية etching يعني تنعيم تمام؟ او تلميع قصدي، علشان تبقى الدقة بتاعتها عالية ويبقى شكلها شيك تمام؟ عندي الأطوال بتتراوح من 150 ل 300 مللي. بيبقى عليها graduation، الجراديويشن بيبقى من ناحيتين الوشين يعني فوق وتحت تمام، بتبقى مدرجه بالمليمتر وهاف مليمتر نص ملي كمان، وبيبقى في تدريج تحت كمان فيها بالبوصه. الاكيورسي اوف ميجرمنت ديبند اون ذا كواليتي اوف ذا رول اند ذا سكيل اوف ذا اوبريتور. طبعا ايه القياس بيعتمد على اللي بيقيس تمام، وبتعتمد على ايه الدقة بتاعت الأدمة بتاعتي. The widths of the lines on a high quality rule are quite fine. الخطوط عندي دقيقة جدا. And accuracies of around 0.15 مليمتر. الدقة بتاعتي لحد 15 من 100 مليمتر. Can be achieved but an accuracy of double this can more realistically be achieved. يعني ممكن أوصل إيه؟ لدقة أعلى من البوينت 15 مليمتر دي، دقة أعلى منها بمرتين كمان باستخدام البريسيشن ستيل رولر أو إيه الأدمة اللي إحنا شايفينها قدامنا في الصورة دي. طيب هنا بقى بنتكلم على السنتر بانش. السنتر بانش دي اللي هي الزومبة، زومبة العلام اللي إحنا بناخدها في الورشة باسم زومبة العلام، بيسموها السنتر بانش زي ما احنا شايفينها في الصوره كده، وفي اشكال كتيره جدا غير الشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب provide center location for divider and trammel when scribing circles or arcs. بتديني ايه center؟ يعني لو انا عايز احدد نقطه محدده امشي فيها بالديفايدر او الترامل تمام، واعمل ايه؟ واعمل scribing circle او arc، يعني اعمل اسطح دائريه او كيرفات تمام على الورك بيس بتاعتي، عايز اعمل لها سكرايبنج، عايز انقشها على الورك بيس بتاعتي تمام،
فايه بذنب بزومبة العلام. تمام، هي دي الفايده بتاعت زومبة العلام، ان انا اعمل سنتر لوكيشن. Show permanently the position of scribed line by a row of center dot. تمام، طبعا اي كيرف او دايره قدامي هلاقي في النص في نقطه، نقطه متذنبه، هي دي اللي بتعملها ايه زومبه العلام او السنتر بانش. Start for small diameter drill، برضو مش استخدامها بس ان انا اعمل زومبه العلام بحيث ان انا احط فيه الديفايدر او ترامل او اعمل سكرايبنج والكلام ده يعني، لا ده ممكن كمان اذنب علشان اعمل فيها، انزل اعمل ثقب بالدريل. دريل يعني ايه؟ بالبنطه بتاعت المتقاب، يعني عشان ابتدي ثقوب صغيره فبعملها ايه بالسنتر بانش. تمام، بالزومبا. الماتيريال بتاعت الزومبا دي او السنتر بانش بتبقى هاردند اند تيمبرد هاي كربون ستيل. تمام، السن بتاعها البوينت جراوند بيتجلخ على 30 درجه تو بروفايد سنتر لوكيشن فور ديفايدر، لو انا هستخدم الديفايدر في الايه في مكان التذنيب ده، فالسن بتاعها بيبقى ايه مسنون على 30 درجه. لو لاي قبل يعني اي بيربوز تاني فايه السن بتاع الزومبا بتاعتي بيتسن على 90 درجه. ماشي، برضو عايز اتكلم على الكلامب. الكلامب ده اللي هي ايه اللي بيثبت الشغله بتاعتي مع مثلا الانجل بليت او اي سطح تاني. تمام، زي ما احنا شايفينه كده في الصوره. فهو لازمته ايه؟ فيكس ورك بيس سيكيورلي تو انذر بيس اوف اكويبمنت زي الفيس اوف انجل بليت زي ما قلنا. عندنا النوع اللي فوق على اليمين ده بيسموه التول ميكرز، تول ميكرز كلامب. ماشي، هو ادجستابل within range of 100 أو 100 مليمتر but only clamp parallel surface، يعني بالكلامب ده ممكن أثبت الأسطح الإيه العدلة. تمام، اللي هي الأسطح بتاعتها متوازية. تمام، الرينج بتاعها لحد 100 مليمتر يعني حوالي 10 سنتي، وأدجستابل زي ما احنا شايفين كده في الصورة. تمام، ده بيسموها tool makers clamp. لكن في الصورة اللي تحت على اليمين عند كلامب تاني، ده بيسموه الجي كلامب او الجي شيبد كلامب. ليه؟ لانه شكله عامل زي حرف الجي. دي بتستخدم في الجريتر سيكنس في الايه في الورك بيسز او الشغله اللي السمك بتاعها كبير، فبستخدم في معاها الايه الجي كلامب وما بستخدمش التول ميكرز كلامب. Due to the swivel bed on the end of the clamping screw, the G clamp is also capable of clamping surfaces which are not parallel. اقدر برضو اثبت بيها الاسطح اللي ايه المش متوازيه مع بعضها، يعني مش عدله. تمام، لو عندي في سطح مش عدل ممكن اثبته بالجي كلامب، لكن ما اقدرش اثبته بالتول ميكرز كلامب. خلي بالك الجي كلامب دي موجوده في السوق طبعا، بتتباع في كل حته، بس في طبعا ايه في جي كلامب ال الماتيريال بتاعتها مش كويسه، وبالتالي لما باجي اربط بالاكره بتاعت اللي فيها الالاووز دي الفتيل بتاعي الصغير ده، اربط على الشغله بتاعتي عشان اثبتها، الاقي الجي كلامب ايه اتكسر. بيتكسر منين؟ طبعا من الحته دي كده ومن الحته دي كده. فاحاول لو انا عايز اجيب جي كلامب اجيب جي كلامب محترم عشان بعد كده ما يتكسرش مني. هنا بقى هتكلم على بعض الامثله في الماركينج اوت او العلام، الامثله المهمه اللي هي ايه ابلكيشن او تطبيق عملي للكلام اللي احنا قلناه فوق ده كله. نتكلم على اول اكزامبل او اكزامبل 1. بيقول لي the blade shown has been filed to specified length and width with the edge with the edges square and requires the position of the steps to be marked out. عندي شغله اللي هي على ايدي الشمال دي زي ما احنا شايفينها ريكتانجولار. تمام، ليها لينس وليها ويدث. تمام، الاسطح بتاعتها 90 درجه سكوير. تمام، وعايز هو ايه يعمل ايه بقى؟
عايز الشغله دي عايز يعلم عليها الستيبس او الايه الخطوات اللي احنا شايفينها على ايدينا اليمين دي. تمام؟ بيقول لك خلي بالك ان الايدج اللي تحت ده الديتم، والايدج اللي فوق ده اعتبره برضو الديتم في الايه؟ تحديد الدايمنشنز بتاعتك. اول حاجه هنعملها ايه عشان نعلم العلام ده ونعمل الستيبس اللي هو قال لنا عليها؟ هنستخدم حاجتين مع بعض، الانجينيرز سكوير اللي هي الزاويه، وهنستخدم ايه؟ الستيل رول اللي هي الادمه او المسطره الحديد. هنستخدمهم مع بعض عشان نعلم العلام بتاعي. عشان اخد عشان اقيس الدايمنشن اللي انا عايزه فبستخدم الادمه، طبعا عليها تدريج، التدريج ده ايه؟ بقيس المقاس اللي انا عايزه. تمام؟ وبحط معاها على 90 درجه كده اللي هي ايه؟ الزاويه. الزاويه بتاعتي من تحت بخليها تعمل كونتاكت كويس مع الورك بيس بتاعتي عشان تكون عدله 100%. ومن الايه؟ من على الشمال الايدج بتاع من الايدج اللي على الشمال في الزاويه بحطه ان كونتاكت ويز ايه؟ الستيل رول، البريسيشن ستيل رول. تمام؟ واشد الخطوط بتاعتي، بقيس واشد الخطوط بتاعتي. برضه زي ما انا عملت مثلا الفيرتيكال لاينز، ممكن اعمل الهوريزونتال لاينز بنفس الطريقه باستخدام الانجينيرز سكوير والايه؟ البريسيشن ستيل رول زي ما احنا شايفين كده في الصوره. عندنا مثال تاني او اكزامبل نمبر 2 بيقول لي ذا بليد شون هاز بين كات اوت 2 مليمتر اوفر سايز. يعني الشغله اللي على ايدينا الشمال دي اتقطعت بمنشار او اي حاجه، تمام؟ الدايمنشنز بتاعتها زياده 2 مللي، تمام؟ طبعا ليها لينس ويتس اند هازنت بين فايلد، يعني ما اتعملتش ايه؟ ما اتعملهاش عمليه براده، يبقى هو سايب ال 2 مللي دول عشان انت تاكلهم بالمبرد. بس انت لازم ايه؟ تعمل علام او تشنكر الايه؟ الاطار الخارجي على سطح الشغله، واللي بره الاطار الخارجي ده هتعمله ايه؟ بالمبرد. بيقول لي all four sides have sewn edges، يعني هي دي اتقطعت فعلا بالمنشار ومحتاجه يتعمل لها عمليه براده، فهو سايب لك 2 مللي عشان ايه؟ تظبطها. وبعد ما تظبطها تعمل ايه؟ تعمل الشغله اللي على ايدك اليمين ده، تعمل لها شنكار او تعمل لها علام. تمام؟ العلام ليه اسم تاني اللي هو الشنكار. تمام؟ بيقول لك خلي بالك لما تيجي تعمل الشنكار بتاعك او العلام بتاعك هتستخدم الديتم بتاعك السنتر لاين اللي هو الفيرتيكال سنتر لاين ده والهوريزونتال سنتر لاين دول، هتبتدي منهم ايه؟ الهوريزونتال دايمنشن والايه؟ الفيرتيكال دايمنشنز. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه بعملها ايه؟ بجيب الستيل رول بتاعي او الادمه بتاعتي، تمام؟ واجيب بيها السنترز، يعني من كل ايدج، يعني من الناحيه دي في الورك بيس، تمام؟ ومن الناحيه الثانيه هجيب ايه؟ السنتر، هقيس واجيب السنتر هنا واجيب السنتر هنا، تمام؟ واستخدم الادمه بتاعتي في ان انا اعمل خط او سنتر لاين بتوين النقطتين اللي انا حددتهم اللي هما السنترز بتوعي، تمام؟ بعد ما شديت خط سنتر لاين باستخدام الادمه بتاعتي والسكايبر اللي هو شوكه العلام، تمام؟ هعمل ايه بقى؟ هقيس من جنب من الجوانب وليكن من الجنب ده، هقيس المسافة اللي هي بتاعت الار سمول، تمام؟ عشان احدد الايه؟ الثقب الصغير او احدد الفتحة الدائرية الصغيرة يعني، تمام؟ بقيسه من جنب واحد بس، بقيسه ايه؟ ار بلس 1 مليمتر. لو تفتكروا في السلايد اللي فاتت قلنا ان هو سايب 2 مللي عشان انت تعمل لهم بالمبرد، فايه هياخد هو هنا هتسيب 1 مللي من الشمال وهتسيب 1 مللي من اليمين، فعشان كده بتاخد الار بلس 1، تمام؟ لانك هتاكل ال 1 مللي دوت. طيب بعد ما خدته بالقدمه كده هيجي عندك ايه؟ انترسكشن الخط ده كده والخط ده كده، هيخلوني ايه؟ يظهر عندي نقطه هنا كده، هي دي السنتر، اول سنتر، السنتر بتاع الدايره الصغيره، تمام؟
او هعمل ايه؟ جايب الزومبا بتاعتي او السنتر بانش ومذنبه، تمام؟ دي اول خطوه ممكن اعملها. تاني حاجه بعمل ايه؟ بجيب الديفايدر بتاعي واقف الزومبا اللي انا ذنبتها بتاعت الار سمول، تمام؟ وبعدين بحدد الاتش اللي هي النقطة التانية اللي هي النقطة دي، تمام؟ الاتش سمول والاتش كابيتال بعملها برضو بالايه؟ بالديفايدر، وبحدد برضو ايه؟ المسافة بتاعت الار. طب بحددهم ازاي؟ بجيب الديفايدر بتاعي واحطه على القدمة بتاعتي واقيس المقاس اللي انا عايزه، تمام؟ واثبت من الصامولة اللي فوق في الديفايدر، تمام؟ اثبت وبعدين اقف في الزومبا اللي انا ذنبتها قبل كده واحدد ايه المسافات الاتش، اخد ارك عند الاتش كابيتال، اخد ارك تاني وعند الار اخد ارك، زي ما كنا بنعمل ايه في الرسم الهندسي في اعدادي وفي سنه اولى ميكانيكا برضو، تمام؟ الخطوه الثالثه بعمل ايه؟ عايز ارسم بقى اللي هي ايه؟ نص القطر بتاعت الدايره الصغيره بتاعتي والدايره الكبيره، فبعمل ايه؟ اقف في الزومبا اللي انا ذنبتها في الاول خالص اللي هي في الار، تمام؟ وافتح نص القطر على الادمه اقيسه، تمام؟ واحط الديفايدر بتاعي في الزومبا دي واخد الكيرف بتاعي، ارسم كيرف كده زي ما احنا شايفينه عشان يعمل ايه؟ الدايره الكبيره، تمام؟ وكذلك اعمل الكلام ده في الدايره الكبيره، يعني عملته في الدايره الصغيره والكبيره، تمام؟ وبرده بحدد ايه؟ السنترز بتاع التقوب اللي انا عايز اعملها وبذنبها. ماشي الكلام؟ بعمل ارك هنا اهو، الارك اللي انا عملته قبل كده والارك، وافتح نص القطر اللي انا عايزه، وافتح نص القطر اللي انا عايزه، تمام؟ واعمل مكان التقوب بالتقب الصغير اللي هو اتش سمول والاتش كابيتال اللي هو اللارج هول، تمام؟ الخطوة الرابعة ان انا اجيب الادمة بتاعتي واوصل الاركس اللي انا عملتها دي ببعض عشان اعمل ايه؟ الشكل اللي هو كان طالبه اساسا. ماشي الكلام؟ يعني انا بستخدم الادمة وشوكة العلام واشد ايه الاركس، اشد الخطوط اللي هو عاوزها عشان يوصلني في الاخر ان انا ايه؟ اوصل للورك بيس الشنكار او العلام اللي هو كان محدده لي في الاول. عندي هنا برضو مثال تالت، عندي برضو الشغلة اللي هو مدهاني مستطيلة وانا عايز يوصل للشكل اللي قدامي ده اشنكره عليه، وبيقول لي خلي بالك انت هتستخدم الايدج اللي تحت ده اللي هو الديتم بتاعك، وهتستخدم السنتر لاين ده برضو ايه الديتم بتاعك، هتبتدي منه الدايمنشنز في الهوريزونتال دايركشن وفي الايه في الفيرتيكال دايركشن. The bleach one has been roughly cut to size and requires complete marking out of the profile and the holes. هنا بقى عايز استخدم طرق ادفانسد شويه في العلام او الشنكار، تمام؟ فبعمل ايه؟ الورك بيس بتاعتي بثبتها على الانجل بليت اللي احنا اتكلمنا عليها في اوائل السلايدز في المحاضره بتاعتنا دي، تمام؟ اللي بثبتها على الانجل بليت، الانجل بليت بايه؟ بالكلامبس اللي احنا شايفينها دي، تمام؟ ده وده ودي الورك بيس بتاعتي، تمام؟ دي الانجل بليت اللي انا بتكلم عليها، وده السيرفيس جيج اللي احنا ايه اتكلمنا عليه برضو اللي فيه ايه شوكه العلام، فانا عايز اعمل خط هوريزونتال عدل، اعمل شنكار على الشغله بتاعتي بخطوط هوريزونتال عدله باستخدام ايه السيرفيس بليت. يبقى اول حاجه كلامب ذا بليت تو ذا فيس اوف ان انجل بليت ensuring that the clamps will not interfere with marking out. يعني مش هحط برضو الكلامبس دي قدام الخطوط اللي انا هعلمها. Use scriber هستخدم شوكة العلام in a surface gauge and set the height in conjunction with a precision steel rule. يعني هستخدم أدمة، الأدمة زي ما انتوا برضو شايفينها هنا اللي هي دي، تمام؟ هستخدمها ان انا اقيس المقاس اللي انا عايزه واعمل ايه؟ واعلمه بشوكة العلام اللي هي راكبة في ايه؟ في السيرفيس جيج. اسكرايب ذا داتم لاين، هعلم الخط المرجعي بتاعي. اسكرايب ايتش هوريزونتال لاين ذا كوريكت ديستانس فروم ذا داتم،
وايه بناء يعني من الديتم هعلم بقية الشنكار بتاعي. الصورة اللي على ايديك اليمين دي بتوريك ازاي تشنكر الرسمة اللي هو كان مديها لنا في السلايد قبل اللي فاتت، تمام؟ وبيوريك ازاي ان السيرفيس جيج ممكن بتعلم بشوكة العلام ان انت بتمشيه بايدك كده، تمام؟ وبتزحلق السيرفيس جيج على سطح الايه؟ السيرفيس بليد بتاعتك، تمام؟ عشان تعمل الخطوط دي بدقة محترمة، وبتطلع الشنكار بتاعك وتطلع العلام بتاعك مظبوط والدايمنشنز بتاعته ايه مظبوطة. ناخد اكزامبل تاني رابع، هو عايز يعمل الشغلة اللي قدامي دي، تمام؟ الشغلة دي برضو هو محدد لي لينس معين وويتس معين، وبرضو بيقول لي مقطوعة بالمنشار وفيها 2 مللي زيادة، فانت هتاخدهم بالمبرد، تمام؟ ففي ايه اما تيجي تاخد الدايمنشنز بتاعتك لازم ايه تفتكر موضوع ال 2 مللي دول، فبتيجي عند جنب من الجنبين وتحدد الواحد مللي بتاعك وتظبط شنكارك، تمام؟ بس هو عايز يعمل اللي ايه الشنكار اللي انت شايفه قدامك في الرسمه دي. هعمل ايه؟ Using a precision steel rule measure from two adjacent edge to determine the datum point. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، هتجيب السنتر بتاعك والديتم بوينت اللي هو محددها في الرسم، تمام؟ باستخدام الستيل رول، تمام؟ تاني حاجة هنستخدمها اللي هي ايه بقى؟ هنستخدم في الشنكار دوت الكومباينيشن سيت. احنا مستخدمين زي ما انت شايف قدامنا كده، قدامك كده البروتراكتور هيد. بنستخدم البروتراكتور هيد الكومباينيشن سيت، بنظبطه على الزاويه اللي احنا عايزين نعملها، تمام؟ وبعدين بنحطه ان كونتاكت ويز ذا ورك بيس زي ما انتم شايفين قدامكم كده في الصوره، وبعدين بشد ايه خط الشنكار بتاعي واحدد نقطه الديتم بوينت بتاعتي، تمام؟ برضه بستخدم البروتراكتور اللي هو في الكومباينيشن سيت ان انا اعمل كل الخطوط اللي هي الانجلز اللي هي بزاويه معينه بثبتها على البروتراكتور بتاعتي واشد خط باستخدام الاسكرايبر او شوكه العلام. فبنقول reset protractor at second angle and scribe on line through datum point، وبعدين scribe the remaining two lines parallel to and the correct distance from the first line using the protractor at the same setting. الصورة الرابعة دي بتكلمني كمان لو انا عايز اخد مقاس معين باستخدام الديفايدر، فبقف في نقطة اللي هي الديتم بوينت اللي انا ممكن اكون حددتها بالشنكار، واعمل ايه؟ واقف الديفايدر ده على اساسا على الادمة واقيس المقاس بتاعي واطلع اقف في الزومبا بتاعتي واخد ايه الارك بتاعي زي ما احنا شايفين كده في الصورة لحد ما اعمل الرسمة اللي هو عاوزها. بستخدم اهو تاني البروتكتور في كومباينيشن ست عشان اوصل بقيه الخطوط ببعضها. فاحنا استخدمنا تولز كتير اتكلمنا عليها، التولز دي انت ممكن تستخدمها تستخدم حاجات مختلفه زي ما انت عاوز عشان تشنكر الشغله بتاعتك، لكن هي دي اساسيات ايه الشنكره او العلام الماركينج اوت. واخيرا ناخد مثال خامس، ده عندي عمود اهو شافت يعني عمود عايز اعمل فيه كي واي. كي واي دي يعني مجرة خابور، تمام؟ مجرة الخابور دي انا طبعا هعملها في السنتر بتاع العمود في نص العمود، تمام؟ فطبعا محتاج ايه اشنكر الكي واي ديت على العمود عشان اعمل المجرة ديت واحطها على المكنة واقطعها، تمام؟ هعملها ازاي؟ ادي اول حاجة باستخدام برضو الايه بقى السنتر اللي هي في الكومباينيشن سيت عشان احدد السنتر على الورك بيس بتاعتي اللي هي الايه العمود،
عشان اجيب السنتر بتاعي. بجيب السنتر بتاعي واشد ايه خط سنتر لاين باستخدام شوكه العلام. Scribe line on the end face through the center of the shaft using the center head of a combination set. تمام؟ تاني حاجة بعمل ايه؟ باستخدام السيرفيس جيج وباستخدام الفي بلوك، مش ده عمود؟ فالعمود ده بحطه على الفي بلوك واثبته. تمام؟ واستخدم السيرفيس جيج عشان اعلم خطوط هوريزونتال زي ما احنا شايفين كده في الصورة، اللي هي ايه؟ الخطوط الهوريزونتال بتاعة مجرة الخابور. في الصورة الثالثة هنا قلبت الفي بلوك خليته هوريزونتال مش فيرتيكال، تمام؟ عشان اجيب الخط اللي هو ايه؟ الفيرتيكال زي ما احنا شايفين كده، اللي هو الخط ده. عشان اجيبه فنيمت الفي بلوك وباستخدام السيرفيس جيج برضو ايه؟ خدت خط بالسكرايبر او شوكة العلام خط هوريزونتال كده زي ما احنا شايفين في الصورة. في النهاية احب اقول واعيد واكد على ان مش كل حاجة احنا بنقولها في المحاضرة، احنا بنقول اساسيات مهمة جدا. انت ممكن تمسك كل عنوان من دول لو انت عايز تتعلم صح ومتضيعش وقتك، وزي ما قلت لكم قبل كده متضيعوش السنين اللي انتوا هتقعدوها في الكلية على الفاضي، هو وقت انت حاول تستفيد منه بقدر الامكان اكبر استفادة. فكل اللي احنا بنقول عليه دي كلها عناوين انت ممكن تخش تدور فيها اكتر. تمام؟ اتمنى تكونوا استفدتم من محاضرة النهاردة، واشوفكم بإذن الله في محاضرات تانية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.